الوقوع في الخطأ هو جزء من حياة الإنسان، وسواء كان هذا الخطأ خطأك بالكامل أو كان لديك مجرد دور صغير فيه، فلا بد من الاعتذار عنه. كم من بيوت خربت، وكم من قضايا رفعت، وكم من عداوات أثرت على أجيال متعاقبة وتسببت في قطيعة أرحام طويلة ممتدة، وكم ضاع من وقت وجهد ومال بسبب كلمة اعتذار كان يجب أن تخرج، لكن تكبرت النفوس وتجاهلت أن العودة للحق خير من التمادي في الباطل. إن الاعتذار شاق على كثير من الناس، وقليل من يستسيغه ويتحمله، وخاصة بين من يعتدون بأنفسهم ممن نشأوا منذ نعومة أظافرهم على الإثرة والترفع، فيصعب عليهم جدا أن تخرج كلمة الاعتذار من أفواههم أو أن يقبلوا اعتذار ممن يعتذر. لو يعرف الإنسان حقا مدى صعوبة نطق كلمة الاعتذار لفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على أي خطأ. الصعوبة الحقيقية في الاعتذار هو أن البعض في عالمنا العربي يعتبرون الاعتذار في حد ذاته جالب للمهانة ومنقص للكرامة، رغم أن الاعتذار عند الخطأ هو أسلوب حياة ونمط سلوك اجتماعي نبيل يعطي الأمل بتجديد العلاقة بين الأطراف المختلفة، وهو التزام يساعد الإنسان على تطوير ذاته وتحسين الأواصر مع المحيطين به. من شروط الاعتذار الهامة أن يكون الإنسان صادقاً، فالحكمة تقول أن الاعتذار البارد يعتبر إهانة ثانية. أيضاً الاعتذار لا يعني تقديم الأعذار أو المبررات، لا تقدم أعذار أو تفسيرات لخطأك، لأن الشخص في هذه الحالة لن يتقبل تلك الأعذار حتى وإن كانت على صواب. وإذا كنا نبحث عن الطريقة الأمثل للاعتذار، فمراحل الاعتذار السليمة تبدأ أن يعترف الشخص بخطأه دون ادعاء مبررات غير حقيقية، ويعلن تحمله لمسؤولية ما فعل، مع ضرورة الحرص أن يظهر للطرف الثاني أنه لن يعود لنفس الخطأ من جديد. وبالتالي فخطوات الاعتذار الرئيسية هي أن تشعر بالندم عما صدر منك، وأن تتحمل مسؤولية خطأك، وأن يكون لديك الرغبة في إصلاح الوضع. ولا تعتقد أبداً أن الاعتذار هو أسلوب الضعفاء، بل إنه يحتاج إلى جرأة وشجاعة وثقة في النفس. فمن يعتذر هو الأقوى، والاعتراف بالخطأ بكل صدق والاعتذار للآخرين ليس ضعفاً أو تهاوناً على الإطلاق. لكن احذر من تكرار الاعتذار بلا نهاية، فكلمة أنا آسف ستعمل مرة، ولكن تكرارها لمرات عديدة يجعلها تفقد قيمتها. فالاعتذار يمكن أن يساعدك في حل المشكلة مرة أو مرتين، لكن بعد هذا سيظهر أن اعتذاراتك روتينية وندمك غير حقيقي. لولا الشعور بالذنب ومن ثم الاعتذار للشخص الذي جرحت مشاعره أو سببت له المتاعب لتصدعت العلاقات الإنسانية وانتهت مشاعر الود بين الناس. فلا تتردد أبداً في تقديم الاعتذار عند الخطأ، وادعم دائماً هذه المشاعر الإنسانية النبيلة التي تسهل العلاقات بين البشر. نحن بحاجة لنشر ثقافة الاعتذار في مجتمعنا، فحين نربي أبنائنا ونعودهم على كلمات ومفردات التواضع والاعتذار، ومن ثم نعلمهم كيفية الاعتذار، فهذا يستوجب منا الإشادة بتصرف الطفل أمام الآخرين وتعزيز تلك الفضيلة فيه. وقبل ذلك يجب أن يغير الآباء والمعلمين والمسؤولين من سلوكهم، ويكتسبوا هذه الصفة كدليل على التحضر والرقي، ويكونوا قدوة للأجيال الصاعدة. تصدر قبل عدة أشهر هاشتاغ اليوم العالمي للاعتذار قائمة موقع التغريدات القصيرة تويتر، وعبر المغردون من كل حدب وصوب عن قيمة الاعتذار الهامة بالنسبة لهم. فالبعض كان لديهم الجرأة لأن يعتذروا على الملأ لأناس أخطأوا بحقهم، والبعض تدارى وراء الكلمات ولم يستطع حتى الاعتذار بكلمات ربما لن تصل لأولئك الذين نقصدهم في الاعتذار، لكي لا تنخدش صورتهم الملوكية
أمامهم. فالبعض يظن أن تقديم الاعتذار يعيب شخصه المقدس المبجل وتجعل منه شخصاً غير مهم بدون كاريزما كما نسميها في بعض الأحيان. حقيقة هناك الآلاف من المواقف أو المشاكل التي تمر في حياتنا والتي بمقدورنا أن ننهيها ونجعل لها نهاية سعيدة، أو على الأقل صورة جميلة بدلاً من تلك الصورة السوداوية، وذلك بالاعتذار. ولكن تكبرنا على هذه الصفة ومكابرتنا على الإقدام عليها تجعل المشاكل الصغيرة تتأزم وتكبر يوماً بعد يوم. فمئات الآلاف من حالات الطلاق أو الخصام أو حتى المقاطعة كانت ستحل من قبل أن تصل إلى هذا الطريق المسدود بين الطرفين لو أقدم المخطئ بتقديم اعتذاره للطرف الآخر وقابلها الطرف الآخر بقبول الاعتذار. فكما للاعتذار فن، فقبوله أيضاً فن وحكاية. هناك عدة فوائد للاعتذار. أولاً، يفتح الاعتذار حواراً بينك وبين الشخص الآخر، كما يمنح الشخص الآخر الفرصة التي يحتاجها للتواصل معك. ثانياً، عندما تعتذر فإنك تقر أيضاً بأنك قد آذيت أحدهم وأن فعلك كان خاطئاً. هذا يساعدك على إعادة بناء الثقة وإعادة تأسيس علاقتك مع الشخص الآخر. ثالثاً، يظهر الاعتذار الصادق أنك تتحمل المسؤولية عن أفعالك، وهذا يساعد على تعزيز ثقتك بنفسك واحترام الذات. رابعاً، باعتذارك النابع من إحساسك بالخطأ فأنت تعيد الشخص الآخر كرامته، وهذا يعود بنفعه عليك أيضاً، فلا تستمر في لوم نفسك على ما فعلته. خامساً، من الممكن استخدام كلمة آسف أو أنا أعتذر، فهذه الكلمات تعبر عن الندم، ولكن من المحبذ ألا تقولها منفردة وإنما أقرنها بالأسباب. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول أنا آسف لأنني رفعت صوتي أمامك بالأمس، أو أنا أعتذر لسوء تصرفي معك. حاول أن يكون الاعتذار نابعاً من داخلك، وانتقي كلماتك بعناية، وكن صادقاً مع نفسك ومع الذي تعتذر له. طبعاً من الممكن أن تواجه صعوبة بالغة في الاعتذار عن ارتكاب الأخطاء، فقد تظن أن الاعتذار يجرح كرامتك، ويرفض البعض الاعتذار لأنه يضعهم في موقف ضعيف ويجعلهم يشعرون بالخجل والإحراج على ما اقترفوه من أفعال خاطئة. في حقيقة الأمر فإن الاعتذار الصادق صعب للغاية، فقبول حقيقة أنك ارتكبت خطأ شيء مؤلم عندما يحدث في داخلك، ناهيك عن اعتذارك واعترافك بالخطأ أمام الآخرين. وعليك أن تعلم أن الاعتذار لا يهدف إلى إذلال نفسك في أعين الآخرين، لكنه إظهار لقوتك الداخلية. كما أن لهذا العدول عن الاعتذار آثار سيئة، إذ يضر بالعلاقة بين الزملاء والأصدقاء وأفراد العائلة. ولو عرف عنك أنك لا تعتذر عند ارتكاب الأخطاء، فهذا يقلل من فرصتك في الحصول على عمل. لو كنت تعمل بالفعل مع فريق، فسوف تلاحظ ابتعاد الآخرين عنك، فلا أحد يريد العمل مع شريك عمل عدائي ومتوتر ويخطئ ولا يعتذر. أو قد تتحول بيئة العمل إلى مكان مليء بالعداء. لقد آن الأوان أن نعيد ترتيب أولوياتنا التربوية والمنهجية التي علينا أن نعيد تشكيلها في أجيال المستقبل. وفي النهاية، أنا أعتذر عن كل كلمة خرجت اليوم أو في الأمس كان لها صدى سبب لكم أوجاعاً أو جرحاً في أحاسيسكم. نشوفكم إن شاء الله على خير. مع السلامة.